بسم الله الرحمن الرحيم. استاذنكم النهارده هنتكلم على البعد الرابع في البيم. انا اشتغلت سنتين في قسم التخطيط في شركه من اكبر الشركات اللي موجوده في قطر. فكان الموضوع من غير البيم بتلاقي فيه مشكله في التنسيق، بالذات لما يكون في مشروع كبير وفي مشكله في موضوع التخطيط. فكان صعب جدا لو انا عايز احط كذا بديل، يعني عايز احط كذا خطه زمنيه، بيبقى صعب جدا ان انت تبقى عارف الفروق بينهم وتحس بيها. بيبقى مثلا اللي شغال بيم واللي شغال واللي شغال في قسم التخطيط او قسم الاداره بيبقى في مشكله في الاداره بينهم. بيبقى صعب جدا تتخيل الجدول الزمني دوت، بالذات لما يكون في تفاصيل. طيب لما انا بدات كنت اول واحد بيم من ضمن الشركه، فبدانا نحط الحلول في برامج كتيره جدا بنشتغل بيها، زي نفس وركس، زي البيم سيت، زي السوليبري، زي البنتري نافيجيتور، زي سينكرو، كذا برنامج مش برنامج واحد، تمام؟ وكل واحد فيهم ليه المزايا والعيوب بتاعته، ماشي. فهو ايه اللي احنا بدأنا نستفاد منه في البعد الرابع؟ البعد الرابع هو عبارة عن ايه؟ ان انا بدخل بلاقي المبنى فاضي خالص، بدخل على الكمبيوتر فبيظهر لي شاشة بيبقى صورة المبنى، صورة الارض فاضية خالص، بعد كده بتظهر قدامي عمليات الحفر، بعد كده بتبدأ تظهر الفاونديشن، وبعد كده بيظهر الدور الاولاني مثلا الكاميرا الارضيه بتاعته، وبعد كده الاعمده والكاميرات، وتبدأ بعد كده الدور الثاني، وبعد كده تظهر التفاصيل. فالحاجات دي لما اشوفها بعينيا بتبقى بتختلف انها تبقى مجرد ارقام او جدول زمني، مش قادر تعمل مقارنه بين كذا سيناريو. فبيبقى سهل جدا ان انا ابقى شايف المبنى وصل لقد ايه في يوم 1/1/2017 مثلا، ابقى عارف اتعملت ازاي. الكلام ده كله قبل ما اي حد يبدا شغل في الموقع، يعني على الكمبيوتر ببدا اربط الجدول الزمني بشغل اللي معمول بيم 3 دي. يعني بيوصلنا قد ايه في الشغل، المهمه قد ايه، ايه اللي اتنفذ، ايه اللي ما اتنفذش، لما بيحصل اي تطور ببدا بشوفه، تمام. طيب هل الحاجات دي كلها هل ده مختص بالإظهار المعماري، ولا ببقى مهتم اكتر بالمحاكاة المخطط؟ التصور المعماري يعني انا مهتم قوي بالشكل ومهتم بالإضاءة ومهتم بالألوان والحاجات دي كلها. المهندسين المعماريين بيبقوا مهتمين، بتلاقي مثلا في راي يعني اهم حاجه بالنسبه له ان هو يطلع شكل حلو، لان على اساسه هياخد المشروع وعلى اساسه هيبهر العميل وعلى اساسه الناس ممكن تبدا تاجر مكان في الفندق او في المول او في العمارات السكنيه. فهو مهتم بالشكل ده. احنا بالنسبه لنا في البعد الرابع بيبقى الاكتر محاكاه لمخطط المشروع، مهتم ان انا اجيب التفاصيل الشغل، مش مهتم قوي بالتصور المعماري. طبعا لو عرفت ادخل كل التصور المعماري يبقى جميل جدا وهيضيف روعة على الشغل، ان انا اطلع البرزنتيشن بتاعي شكله جميل جدا، ده هيبقى حاجة كويسة جدا ومفيدة جدا. ودلوقتي السوفت وير بيقدم الامكانيات دي، والهارد وير الاجهزة برضو بتقدم اللي يساعدني في كده. كان زماننا الاجهزة ما بتقدرش تجيب لي حاجة، تقدر ما تقدرش، يعني تاخد مثلا مني اسبوع كامل على ما يعمل ريندر، وفي الاخر ممكن الاقي غلطة في الريندر فاعيد الريندر تاني فالمشروع يتأجل تسليمه. لا، الاجهزة دلوقتي في حاجات سوبر، حاجات قوية جدا زي ورك ستيشن تعمل لي الحاجات دي في وقت كويس واقدر اسلم المشروع في ميعاده، تمام. فلو انا عرفت ان انا اعمل حاجة شكلها شيك وحاجات كويسة يا ريت، يعني تبقى حاجة ممتازة جدا، تمام. طيب دلوقتي بقى اللي بيقوم بموضوع المهندس المحاكاة دوت، ايه الفكرة كلها؟ الفكرة كلها ان هو بيبقى عنده الموديل، تمام، ايا كان السوفت وير اللي اتعمل بيه الموديل، المهم يكون بيعمل حاجة بيم، يكون فيه كل المعلومات اللي انا محتاجها، وعندي البرومافيرا. فانا مهم بالنسبة لي جدا ان انا ابقى مرتبط بالقسمين دول وبقعد معاهم وبنسق بينهم. لو انا عرفت انسق ان نفس الاسامي هنا تبقى نفس الاسامي هنا، حاجه ممتازه جدا، بحيث ان انا اقول للبرنامج اربط لي اي اسم هنا بالاسم دوت، فيقلل لي الوقت اللي انا هاخده في ان انا اعمل ربط بين الاتنين. المفروض ان انا ابقى اقدر انسق بينهم، بحيث مثلا ممكن يكون ده عايز يقسم شغله بطريقه وده عايز يقسم شغله بطريقه فمش متفقين. يعني مثلا الصبة معمولة مثلا في البرنامج بتاع البيم،
صبة واحدة، بينما التاني عامل حساب ان هو يقسمها 5 مرات. فانا انبه الراجل التاني اقول له لا، قسمها زي ما التاني هيقسمها. درجة التفاصيل يعني، انا مثلا في الموديل دوت او في الفور دي اللي انا هعمله، هل انا محتاج اخش قوي قوي في التفاصيل تمام، ولا ده مجرد حاجة اللي عاملها يشوفها فهو عايز يشوف بس ايه الفكرة العامة، مش عايز يدخل في التفصيل، ولا انا محتاجها المدير عايز يفهم التفاصيل بتاع كل حاجة في قلب الموديل فابدأ ادخل له تفصيل. فلازم اخد قرار في الموضوع دوت، ولازم انا اكون حلقة الوصل بين فريق النمذجة وفريق التخطيط، بحيث ان الاتنين يبقى شغلهم واحد، مش حد فيهم بيفكر بالطريقة والتاني بيفكر بالطريقة. التقسيمات تبقى عاملة ازاي، الاسماء بتاعت الملفات وبتاعت كل جزء، ابدا اخد منهم الحاجات دي وابدا اقسمهم. اقول مثلا في حاجات هتاخد لون كذا، يعني مثلا اعمال الكهرباء هتاخد لون ازرق، اعمال الانشاء هتبقى لونها اخضر، اعمال العماره هتبقى لونها فحلوقي. ايه الفحلوقي ده؟ المهم يبقى في الوان كده تبدا، بحيث ان اللي يشوف الشغل يبقى فاهم ايه اللي بيحصل اثناء ما شغل الفور دي شغال. ممكن ابقى اطلع شويه صور توضح له العمليه احنا وصلنا لفين، او ايه المكنه اللي هيعمل الموضوع دوت او هيتعمل ازاي. اطلع الفيديو يكون شكله حلو، يكون متحدد. ممكن مثلا اخلي الفيديو بيتحرك ويركز على النقطة اللي فيها شغل الايام ديت، او فيها فيها يعني لو في حتة مثلا الشغل فيها واقف خلاص ابعد عنها وروح بالكاميرا لمكان تاني، بحيث يبقى الفيديو مثلا 4 5 دقايق وفيها كل حاجة في الشغل تمام. دي الفكرة من من يبقى فيه 4D، بيفيدنا جدا يعني، مش مجرد منظرة، مش مجرد ان انا بتمنظر على واحد صاحبي ان انا بعمل الخطوة دي، لا هي بتفيد جدا جدا، بتوفر فلوس، بتوفر مشاكل ممكن تحصل، بتخلي الواحد يبقى فاهم الجدول الزمني. ممكن يكون في غلطة في الجدول الزمني او مش مفهوم، فلما تشوفها بعينيك 3D بتبدأ تفهم اكتر. بنصك من الشغل، لازم شغل البيم عشان يطلع حلو لازم يكون في تنسيق بين كل الاقسام، ما ينفعش يبقى قسم الحصر شغال لوحده وعمال يسهر، بينما انا اصلا لو دوست على زرار هيجيب لي الحصر كله. فنتمنى يكون موضوع الفور دي مفهوم، اتمنى يكون الناس فيه ان شاء الله هتلاقوا شرح التطبيق الموضوع دوت باحد السوفت وير اسفل الوصف بتاع الفيديو.